السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم اعزائي متابعين قناة اخبار فايف. الحقيقة الاستاذ المحترم المستشار عبد الغفار مغاولي نزل منشور على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل. المنشور بيحمل تفاصيل مهمة لأصحاب المعاشات وبالأخص أصحاب العلاوات الخمسة. قبل ما أبدأ، لو حضرتك أول مرة تشرفنا في القناة، اشترك في القناة من الزرار الأحمر أسفل الفيديو وفعل علامة الجرس شمال علامة الاشتراك ليصلك جميع الفيديوهات التالية التي سوف نقوم بتنزيلها في المستقبل العاجل إن شاء الله. عبد الغفار مغاوري على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك نزل منشور بيقول فيه: أهالينا أصحاب المعاشات، نحيط علم حضراتكم إن الحكم سينفذ، أرجو أن تقرأوا هذا بعناية ليعلم الجميع حقيقة الموقف. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، السيد رئيس مجلس النواب، السيد رئيس مجلس الوزراء، أذكر هنا نقاط مهمة في ضوء تعليقات البعض من حضراتكم البدري فرغلي وقيادات الاتحاد والأستاذ سيد أبو زيد المحامي، أقاموا الدعوة منذ عام 2015 لكي يحصلوا لكما على حقوقكم القانونية التي كان الآلاف منكم قد حصلوا عليها بشكل فردي، وكان الملايين من حضراتكم لا يعلم عنها شيئا إلا معقول الحكم في 2019 بعد 4 سنوات وأروقت مجلس الدولة وصدر حكم تاريخي بإلزام التأمينات الاجتماعية والحكومة بتطبيق القانون الذي لم يطبق منذ تقرير هذا العلاوات في يوليو 1987، والحكم وضع آلية التنفيذ في أسبابه ومنطوقه ونافذ بطبيعته. الحكم صادر باسم الشعب سيادة الرئيس، لقد عمل السادة المسؤولين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ووزيرة التضامن الاجتماعي على تضليل الرأي العام وازدراء بحكم واجب النفاذ عنوانه الحقيقة. نطلب من سيادة الرئيس بأن يتخذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ، وهي مسؤولية دستورية ومحاسبة المتسبب في العمل على اهتزاز الثقة بالدولة وقضائها، ونحن على ثقة إن سيادتكم لن تقبل بذلك. دامت مصر في استقرارا وعدلا. الحقيقة ان ده كان الخبر اللي انشره السيد المستشار الجليل المحترم الذي اثق في كلامه جيدا الاستاذ عبد الغفار مغاوري. الاستاذ عبد الغفار مغاوري محامي اصحاب المعاشات. بصراحة انا كل الاخبار اللي باخدها من القناة اللي باخدها في القناة باخدها من عند الاستاذ عبد الغفار مغاوري، اذا كانت اخبار تخص العلاوات الخمسة او اخبار تخص تكذيب خبر ما نشر في جريدة على لسانه. الصراحة انا دورت كتير جدا جدا ما لقيتش اصدق اني اخذ من صفحة المحترم الاستاذ عبد الغفار مغاوري ان انا اخذ من صفحته الشخصية وانشر لحضراتكم ما سينشره حول صفحته الرسمية. اتمنى ان يكون الفيديو قد وصل لك المعلومة كاملة كما نريد. شكرا لكم على حسن المتابعة واتمنى المزيد ان شاء الله. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات ليصلك جميع الفيديوهات فور صدورها، ولا تنسى عمل اللايك، ولا تنسى شير للفيديو لتعم الخير على غيرك لخلي غيرك يستفيد.